السلام عليكم شباب بنات مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هقول لكم على وصفتين هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على انكم تتخلصوا من خطوط البيضاء. قبل اي حاجه سامحنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصل لكم كل الفيديوهات الجديده ولا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما اقول لكم على الوصفه الاولى اللي هتساعد وتساهم على انكم تتخلصوا من الخطوط البيضاء في اي حته في جسمكم، انا عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم. حلو قوي. مبدئيا كده في الوصفه الاولى هتجيبوا معلقتين كبار من هلام الصبار. هلام الصبار ده معروف جدا وموجود في اي حته في العالم، وبرده بيتباع عند العطار او مثلا في السوبر ماركت او في الصيدليات، بيتباع مثلا ايه في شكل علب كده اسمه سل الصبار او هلام الصبار. حلو قوي. مثلا انتوا عندكم مثلا ولا نبطرت يعني مثلا الخطوط البيضاء في منطقه السطر من فوق هنا، تمام، على حسب يعني المساحه او المحيط بتاع الخطوط البيضاء في المكان اللي عندكم هتاخدوا كميه من هلام الصبار. يعني مثلا ولا نبطرت المنطقه دي كلها بشكل دائري فيها خطوط بيضاء، هتعملوا ايه؟ هتجيبوا برده معلقه كبيره في الايد اليمين ومعلقه كبيره في الايد الشمال، يعني حبه في الايد اليمين وحبه في الايد الشمال، وتحطوها على المنطقه اللي فيها الخطوط البيضاء وتدهنوا بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه لمده 5 دقائق او 10 دقائق. وعلى فكره هلام الصبار ده ياما ساعد كل البنات وكل السيدات اللي انا اعرفهم معرفه شخصيه، وكمان بيجوا لي الصاله الرياضيه او بتابعهم اونلاين على النت، قدروا ان هم يتخلصوا، بس يعني مش يتخلصوا قوي، بس يعني مثلا بدل ما كان الخطوط البيضاء ظاهره او باينه بنسبه 100% لا عندهم بقت 10%. الحمد لله. طبعا كل ده بفضل ربنا، تمام، ثم بفضل هلام الصبار، وكمان بفضل الطريقه اللي انا قلت لهم عليها. حلو. فانتوا لازم تعرفوا ان هلام الصبار بيعتبر من اكتر المواد او من اكتر الخامات اللي بتساعد وبتساهم بشكل كبير جدا على التخلص من الخطوط البيضاء في اي حته في جسمكم. وبرضو انصحكم ان انتوا بعد ما تدهنوا بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه لمده 10 دقائق او 15 دقيقه يعني ربع ساعه، هتسيبوا الوصفه دي او هتسيبوا هلام الصبار على المنطقه اللي بتعاني من خطوط البيضاء لمده مثلا يعني ساعه او ساعتين، وبعد كده هتغسلوها بميه فتره يعني ما بين الميه السخنه والميه البارده. وانصحكم انكم تعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على الوصفه الاولى دلوقتي هقول لكم وحارت عليكم الوصفه الثانيه. برضو عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. في الوصفه الثانيه هتجيبوا طبق صغير يكون عميق او خويط، وبعد كده جوه الطبق هتجيبوا معلقه كبيره من صيد اللوز، بالاضافه كمان الى معلقه كبيره من كوس الهند. طبعا مجموعه الصيد دي او المكونين دول مع بعض هتقلبهم بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، لان الاثنين دول بيعتبروا ميكس قوي جدا وياما ساعد كل الناس اللي انا اعرفهم معرفه شخصيه على ان هم يتخلصوا من مشكله الخطوط البيضاء في اي حته في جسمهم. وبرده زي ما قلت لكم في الوصفه الاولى هتشوفوا الاول الخطوط البيضاء في جسمكم المحيط بتاعها قد ايه او واخده مساحه قد ايه، وعلى اساس المساحه والمحيط هتاخدوا حبه في الايد اليمين من مجموعه الصوتي وحبه في الايد الشمال، وبرده ولا نطرت انها في منطقه السطر هتحطوها وتدهنوا او يعني تقلبوا كده بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه لمده 10 دقائق او 15 دقيقه يعني ربع ساعه. وبرده هتسيبوا المجموعه الصوتي او الوصفه الثانيه دي على منطقه الصدر لمده ساعه او ساعتين، وبرده هتستخدموا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على احسن وافضل واقوى وصفتين هيساعدوا على انكم تتخلصوا من مشكله الخطوط البيضاء في اي حته في جسمكم، وان شاء الله باذن الله النتيجه هتبدا تبان بعد اول 5 ايام. وبرده عايز اقول لكم ان انتوا يعني هتستخدموا وصفه واحده من الوصفتين دول وتفضلوا ماشيين عليها لحتى ما توصلوا للهدف بتاعكم. ولو حبيتوا انكم تبدلوا الوصفه اللي انتم متعودين عليها بوصفه ثانيه مفيش اي مشكله، بس لازم يكون يعني فات على الاقل 10 ايام او 15 يوم علشان تستخدموا الوصفه الثانيه. ولو حبيتوا برضو انكم تفضلوا مستمرين على الوصفه اللي انتم متعودين عليها لحتى ما توصلوا للهدف بتاعكم مفيش اي مشكله. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي على صبركم ودعمكم ليا.
وبكده ما احنا خلصنا حلقتنا السماحنا بتاعتكم. دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعالوا بكومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم بقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهاتي جديده، وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تفوتوا منها. سلام عليكم.